خاطرة ويسعد هالأيام الجميلة. معنا الأستاذ تكي المربي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، حياك الله. أستاذ تكي كيف الحال؟ والله الحمد لله رب العالمين تمام. رمضان كريم. الله أكرم، الله أبيك أهلين. أستاذ تكي أنت راعي للبرنامج هاي السنة طبعا طول وقت أنت راعي للبرنامج. وإحنا بنشكرك باسم يعني الفريق، فريق البوكجا وأيضا فريق اللي هو طور روحك، وكثير كثير يعني إحنا بنشكرك وبنقول لك يعني بارك الله بك. شو رأيك في البرنامج؟ السلام عليكم. الأول صحيح إنه من أول ما كانت الفكرة إحنا شجعتك أنا يعني معنويا، وبعدها قلتوا إحنا بدنا برضو ندعم ماديا، فبرضو ما فكرتش مرتين صراحة. يعني هي فعلا لأنه برنامج اللي هو مسلي والناس يعني بتتابعوا، فإحنا يعني أنا وأصحاب الشان يعني هاللي موجودين أصحاب الخير قالوا يعني بنحط ندعم برنامج حلو من هالنوع، فما شاء الله يعني إحنا بدينا معكم من أول مستمرين، حتى بكنت تتصل بنقول لك يا عمي فيش حاجة أنا موجود دائما، يعني فيش حاجة تأكد يعني إشي، فموفقين برنامج كثير يعني بيحكوا فيه في البلد ومتابعينه، فكل طرفي شغلي بتصير هيك بيجيني اول باول. يعني قالوا لي انت وين راي حواك الدشر اوعك بدنا اياك كل سنه، بقول له طب ليش يا عمي؟ قال لي انت جزء من رمضان. صحيح. والله صحيح. كل احترام لك استاذ احمد طبعا من وراء الكواليس، يعني ما في بس انا بعرف احنا احمل الكاميرا، يعني بحمل الكاميرا يعني يشوفون الناس من وراء الكاميرا يا زلمه. انا كنت للاستاذ احمد لابو علي كنت بدي تتبدل انا وياك زكتك خلص ترجع صور انا بدي اصور وانت اللي اخذ وهذه شو السمعت حتى علمنا، مش تعلمنا احنا نصور علمنا علمت الدوره مصر صح نعرف يعني احنا نصور شوي عملنا أفلام يمي تقصيري مظبوط صح. هسه أنت يا أستاذ تكي طبعا الحمد لله ربنا أكرمك، وطبعا كان لك مشوار يعني في سلك التعليم عطاء، يعني ما شاء الله إنجازات، وكنت دائما اسمك يعني عالي فوق ومعتبر وليش في كل إنجازات اللي كنت تحققها مع الطلاب. السؤال هسه اليوم أنت في التقاعد، أستاذ تكي ماذا تفعل في التقاعد؟ في طرفة بقولها متقاعد بكسموها متقاعد، فأنا من أول ما طلعت قررت إني بديش أكون متقاعد، فالحمد لله أنا يعني نهاري بيبدأ بفضل رب العالمين طبعا من 4:30 الصبح اللي هي صلاة الفجر مستمر فيها الحمد لله، من بعد صلاة الفجر أنا بيبدأ يومي يعني عملي، فأنا كثير موجود في محلات 2 و3 إن شاء الله على الطريق، في عندي جمعيتين بشتغل فيها متبرع لحركة الرأي، وفي الميديكال وادي أنا برضو حفير دركتوريون فيه، فالحمد لله يعني ملان، وغير نعمر للأولاد بنسوي للأولاد وإشي، فالحمد لله فول تايم يعني مش ناقص يعني مسلي كل وقتك بزيادة أخرى، بس الفرق أنه فعلا يعني اليوم بكيف براحة بطمأنينة بتعمل أشياء اللي فعلا بتحبها والحمد لله يعني مبسوطين، ومرات نفقد أصحاب الأصدقاء زيك يا عبد الرؤوف محمد، يجي ثلاث مرات تشرب لنا فنجان قهوة من سوالف اي في مثل بينه وبينك بكل تفضل اطلع يلا اطلع اركب السيارة بنقول يلا 10:30 رن الجرس تعال اضبط ايش دير شرف وبدير شرف لما طلعنا على نابلس ما شاء الله ولا راح منا هذا شهر رمضان هسه مو شهر خير هذا مولع الخرفية بقدرش نروح هناك ولا سعد الروح بكت تجيني 2 و5 من الأمير يلا بنروح نابلس الحمد لله رب العالمين أجواء حلوة والله حلوة إن شاء الله احنا دائما من أوشنا بنعزف الصداقة وشان ربنا بعطينا الصحة وشان التكيو وإحنا بنخدم في هالبلد بنخدم في المجتمع وربنا بس يعطينا الصحة بلدنا بخير كفر قرية معروف يعني بلد الخير والمحبة والوئام مش صدفة بلدنا يعني وصلت اللي هي وصلته بيوت الحمد لله يعني بتدعي للخير بتدعي الوئام والمحبة فالحمد لله بلدنا يعني اليوم اسم علم يعني هي في وادي عارة وفي حتى الوسط العربي فالحمد لله إن شاء الله كلمة أخيرة هيك في الشهر المبارك تقولها هيك وانت هادي البال أولا متأمل من رب العالمين يعم السلام والطمأنينة على أبناء شعبنا والشعوب الأخرى إحنا بنآمن في الأممية يعني إنه كل الشعوب تبقى بخير وسلام ومحبة وإن شاء الله يعني ندعو إن شاء الله إن أقصى واحد لكل العالم الإسلامي فاليوم الأقصى فعلا بحاجة لإن بنقول شدوا الرحال للأقصى
وثابتوا وصابروا إن شاء الله، إن الله مع الصابرين. آمين. وتتزحزحوش. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. إتشوك ومحبي من تكسبورت، يعطيكم العافية. نتعرف عليك. إيه، وسام مسعود. من وين؟ جت المثلث. يعطيك العافية. شو كيف شو مهنتك؟ شو عامل بهالدنيا؟ أنا بشتغل تسبور نايم وست بيت. يعني هذا تسبور نايم يعني شغل الست. أيوة. علي طلب؟ إيه أكيد ملان علي طلب. أكيد كل إشي بيختص للنساء أكيد علي طلب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وكيف رمضان بالعشر الأيام الأواخر؟ منيح ممتاز، ما بنحس فيه لا بالأوالى ولا بالأواخر. يعني تمام يعني أمورك؟ الحمد لله. الحمد لله. شو شايف يكون جاي تتبضع يعني عندك تكسبر؟ جيت أخذ للولاد. ما شاء الله. شو يعني تشري؟ أحذية. شو أحذية للعيد. شو تحضيرات العيد؟ معمول أكيد وكعك. وأجواء العيد بشكل عام حلوة لأنها عائلية و الأهالي بيزوروا بعض، بتعرف كيف مشاغل الحياة، كل واحد بشغله. خلال العيد بيكونوا مع بعض كلهم يدي وحدة. ربنا يجعل يعني كل عام تو بخير إن شاء الله. وانت بألف خير. اسمع، في سؤال من البرنامج من ربح شكو من عند تك سبورت. شكرا. خليك. إن شاء الله إني أكون قد الإشي. لا بتقدر بتقدر. هسه بتشوف انت ركزي معي واسمع شو بقول السؤال. سلم لا يصعد عليه أحد، فما هو؟ سلم لا يصعد عليه أحد. عندكم كثير موسيقيين بجد. السلم الموسيقى. نعم نعم. سلم الموسيقى. هو هذا اللي قلتي. سلم الموسيقى. مظبوط، السلم الموسيقي. وألف تحية لك. شكرا. ومن تك سبورت أحلى أحلى هدية. كل عام وانتم بخير. سعدك وانت بألف خير يا رب. ينعاد عليكم يا رب كل سنة مع أولادكم وعائلتكم وسالمين كمان. سبورت وألف مبروك. يسلموا إيديك. الله يسعدك. شكرا لإلهم كمان برضو عليها. حياك الله. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. مرحبا. كيفي؟ أنا ربحت هاي الهدية من عندكم. نعطيكي بقيمة أكبر لأنك أنت غالية علينا كثير. شكرا. وأنك أنت أخذتها بمحلنا. هاي ريفليكس تعمل كثير تمارين فيها، عدة تمارين في جوا إرشادات. يسلموا. يعني للتمارين بتنعمل في المخشير هذا. شكرا. فإحنا كثير سعداء أنك أنت ربحتيها معنا. شكرا. ومية أهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير. عن جد يسلموا لإلكم. طاهر من سليماني. كيف حالك طاهر؟ الحمد لله نشكر الله. شو أخبارك الحمد اليوم؟ الله. الحمد لله من الله بخير. دائماً تقولي من السنين ما أنت يا طاهر ما شاء الله متكلم أنت. الحمد لله. شو أخبارك؟ طمني عنك. والله ضحنا بالشغل والدنيا رمضان. والحمد لله. على بواب العيد إحنا إن شاء الله بإذن الله، شو بتتمنى لك للناس؟ الله الله يعطي الكل والناس تظلها قراب على بعض. في كلوب بيضة مثل ما بيقولوها، ونبعد عن المشاكل ونحب بعض ونبكى يعني أكثر أحباب. أحباب وبألف. طلع هيك بدي أقول لك، هسا بكيت عند بوتشر مراد واشتريت أنت طبعا من عنده. طبعا. طيب هسا بقول لك السؤال هيك. الله يستر. أول كائن حي يصل للفضاء. أعطيك خيارات. أول كائن حي يصل الفضاء. أول كائن حي. ممكن خيارات. الكلب، الإنسان، الطائر. الكلب والإنسان. وطلع وعادة بيعملوا تجارب كثير. أول إشي بيبلشوا في الحيوانات قبل البشر. هذا إشي معروف. ما هو يا الكلب، هو الكلب على الأغلب، أو في الآخر للإنسان. الطير ما أعتقدش. أوكي، إذا خليك على الأولى. شو قلتها؟ الكلب. وإذن على الكلب. مظبوط الجواب يا طاهر. جد. تحليلك منطقي وصحيح وكلام مظبوط من عند بوتشر مراد. أحلى هدية. كل عام أنتم بخير. وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. وكل عام أنتم بخير للجميع. تحية عطرة. نصيحة من الدكتور بدر عثامني لليوم. السلام عليكم. رمضان كريم طبعا. وأنا راح أبدأ بشيء مهم اللي هو قيمة المعلومة. يعني اليوم حياتنا مربوطة بشيئين، معلومة ناقصة ومعلومة خاطئة. يعني اللي عنده مرض ما بعرف قيمة الصحة أو معلومة الصحة، اللي عنده فشل ما بعرف معلومة
النجاح وهكذا. اليوم العلماء وصلوا لهذا الموضوع بحالتين اللي صارت، ما هي قيمة المعلوم. الحالة اللي كانت في أول ما طلعوا ناسا على القمر بدهم يكتبوا تقرير، واليوم طبعا بأيام أول ما طلعوا على القمر بكاش هناك لا كمبيوتر ولا تكنولوجيا ولا ما يحزنون، فبدأوا بكلم الحبر يكتبوا، والكلم وقف. ليش؟ لأنه بيشتغل على ضغط أو اللي بسموها اللي هو جاذبية. فهناك فكروا بكيف أنه يحلوا النهج. اليوم أنك بتحط ما هي المشكلة، ما هي حلولها، وطبعا هناك ما أسبابها. فهذا النهج اليوم بيشتغلوا فيه كل الشركات، ولكن هذا الموضوع كله خاطئ. فشو عملوا هين؟ عملوا هناك مصنع اللي كلفهم مصاري الدنيا، ووصلوا لكلم أنه في ضغط معين يكتب به تحت المي وفوق المي وفي الجو الآخري. ولكن بنفس السنة فات من هناك الروس اللي طلع على القمر وفكروا هناك، أخذوا المعلومة اللي إنه اليوم إحنا، مشان تعرف يا أستاذ عبد الرؤوف، ربنا خلق العالم كلياته في قانون سموه قانون التضاد، الإشي وعكسه. عمليا إنسان عنده إشكال معين بده يحله، بيظلوا إيش معاه طول حياته. اللي مثلا عنده مينوس في البنك بيظلوا يفكر كيف يسد المينوس، بس هذا بيظلوا معاه. اللي عنده مرض وهكذا. ولكن اليوم شو بقول لك؟ فكر بالعكس، أنت تستطيع أن تصل إليه. بمعنى اليوم إذا بتفكر في الموجود عندك بإشكاله أو بدك تحل مشكلة، أنت بتزوده بطاقة وبكبر، فأنت بتحلوش بالمرة. لذلك في القرآن الكريم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل الذكر، إذا كان لك أهل الذكر أنا إيش بعطيك الطريق فهو خاطئ، هو مش أهل ذكر، لازم يعطيك الطريق كيف توصل له، وهذه المعلومة. لذلك الروس شو عملوا؟ أجوا هناك أخذوا المعلومة إنه بدنا إيش الكلام يكتب، ولكن لم يكتب، فحطوا هناك أخذوا كلام رصاص وحلت المشكلة. هاي كلياتها. لذلك هاي الحالة وصلت إنه كيف نحن نأخذ المعلومة. المعلومة أغلى شيء في الحياة، اللي بتوفرنا برضو وقت وبيوفرنا كمان بيش المال. ولذلك اليوم هاي العالم تشتغل على هذا النهج، وهذا النهج الصحي. وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. تحية عطرة. شكرا. طور روحك انسى همومك، بيك مرسومك في شهر الخير، ارسم بسمة وكلمة حلوة وشغل عقلك بالفوازير. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام بخير. وانت بألف خير يا رب. تعرف عليك ايه؟ دارين يونس المعارة. يعطيك العافية، بشوفك ما شاء الله بتحوج. الحمد لله. كيف هنا بسوق البلد في الأشياء؟ ايه والله انا باجي من عارة هون، يعني كثير كثير مليح، بحب اشتري من هون. سبحان الله، يعني تعودتي وتحبي تشتري. كثير دائما بلاقي كل الاشياء موجوده. كيف رمضان وكيف الطبخة اليوم؟ شو هتحكي لنا؟ الحمد لله كل شيء ماشي تمام. الحمد لله. احنا على ابواب هسه طبعا اخر ايام في رمضان وجاي علينا العيد، شو بتتمني شو بتقولي؟ والله بتمنى انه يعم الخير على الجميع ان شاء الله، وعلى الامه الاسلاميه طبعا بشكل عام، وإن شاء الله يهدي البال وتهدى الأوضاع يعني. آمين. وشو ده نقول أكثر بهيك؟ إن شاء الله خير. الحمد لله رب العالمين. السؤال من اللي طور روحك بقول هيك أساس ربك من هون من سوق البلد، هذه منيحة. السؤال بقول ما هو اسم الغاز الذي يساعد على زيادة اشتعال الحرائق؟ تعرفي؟ هيدروجين. إيش نيتروجين؟ إيش لحظة، أنا بدي أقول لك خيارات وبجوز يقعد معك. يمكن يمكن تزبط. لا بجوز بتقعد. بس إذن ثاني أكسيد الكربون، الهيدروجين، الأكسجين. ثاني أكسيد الكربون، هيدروجين، أكسجين. ثلاثة أكسجين. يعني الأكسجين يعني معقول يعني الأكسجين؟ أكيد. وثاني أكسيد الكربون شو بطفي؟ العكس، هذا ما هو بطفي الثاني، أما الأكسجين هو اللي بيعمل اشتعال. أكسجين. إذا خليك على الأكسجين. وتحية عطرة ومن سوق البلد، أحلى هدية، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. أعزائي أحبائي بهاي الساعات نتعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرجان أبو عطا. يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله، شوف حالك أنت. هاي الأمور اللي معك
غنى. كرب جيت تعالي. رد عليه. بسرعة بسرعة. رد. شو اسمها؟ غنى. غنى الله يحماه. كيف هسه احنا تحضيرات للعيد؟ الحمد لله تمام، بعد ما جهزناش حالنا حاليا. ان شاء الله بهالاسبوع ان شاء الله. شو بتتمني انت بهالايام الاخيره من شهر الفضيل؟ بتمنى بس السلام، وبتمنى الله يهدي بال كل الناس جاه الايام الفضيله. امين. قبل السؤال احمد، لسه طور روحك، شو الطبخه اليوم؟ اليوم رز ولبن وفول. اوه، يعني الرز ولبن وفول، شو يعني هذا؟ رز ولبن والفول بنحط على اللبن. في طبخ في هاي طبخة الرز هاي والفول، هاي بيعملوها زي المقلوبة. مقلوبة الفول. بس الفول يبقى محشي مش زي اليوم بعده. كل شيء تغير طعمه، هو بس الفول لحاله اختلف. كل شيء مزبوط. يعطيك العافية. الله يهدي البال. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السؤال بقول هيك، من الرب هيك، احنا هسه من بريحين كفر قرع، شو بقول السؤال؟ ما هو أخف المعادن؟ أخف المعادن. أقول لك خيارات. أها. طيب منيح. يلا اسمعي. ممكن الرصاص، لاثيوم، الحديد. الرصاص. لا، ظل عندك لاثيوم والحديد. أنو من هين؟ اللاثيوم. اللاثيوم. والحديد. اللاثيوم. مزبوط مزبوط، اللاثيوم اللي هو، هذا هو الجواب السليم وصحيح. ألف مبروك عليكي مبريحين كفر قرع. شكرا، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم بخير. ويسعد مساكم ويا هلا فيكم. وأحلى مفاجأة يسعدني وبشرفني طبعا أخوي زميلي الفنان الدكتور صالح أبو ليل. يعطيك العافية. السلام عليكم. الله يعافيك، الله يسعدك. أنا كمان فرحان كثير اللي أنا بشوفك في شهر رمضان الكريم، وهذه فرصة أنه نلتقي ونعايد على المستمعين وأهل البلد الكرام. الله يعطيك، يفتح أبوجك. شو أخبارك؟ كيف أنت خي أبو يوسف؟ الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين. هي أنا يعني بالسنة أنا زوجت بناتي توأم الثنتين، وفي عملي في الكلية وفي الفن لازلت أيضا. أنت يعني الاسم، يعني اسم يعني ما شاء الله، يعني الدكتور صالح أبو ليل، يعني فنك، يعني اسلوبك، غنائك بتجنن طبعا. انت هيك شو بتقول في رمضان في هاي الشهر الفضيل؟ انا بحب اولا يعني اعايد على اهل بلدي، واتمنى انه ينعاد علينا واحنا بخير وسلامي وبركي، وانه تكون يكون هذا الشهر هو شهر اللي فيه احنا نحاول نصلح مجتمعنا قديش ازيد، والشهر القادم تكون اقل مشاكل المجتمع العربي في بلدنا وفي المجتمع عامة. الله يسعدك ان شاء الله يا رب. مشان المشاهدين وطول روحك والبرنامج، بدنا هيك منك اشي اللي طبعا يبسطنا ويبسط جميع المشاهدين. الله يسعدك ولا يهمك، أهلين فيك. سنة شوي. نقطش احنا نوقف. انت بتصور. كفر قرع الرسالة والأماني، يا أخت القدس بنت السندياني، من كفر قرع ورايحها العطير
أصبحت هالسوسن من الحب جاني، ومن أرض المثلث من أرض المثلث مراتبها الكبيري، ومن أرض الجنوب يا ضر الزماني. كبرنا وصارت الدرب المسيري، كبر عمري وصار العود حاني، شو تمنيت هالعين الضريري تعود بوطننا لا حب ثاني، وشو تمنيت هالعين الفقيري تعيد مجد بيت الأسمراني، وطن كبير خيراته كثيري، وطن للكل من السبعة ثمانية. وطاب مساءكم. طبعا احنا متواجدين اليوم يا جماعة الخير في سوبر ماركت النورس، في عنا السحب ما قبل الأخير، طبعا عنا السحب على للتذكير، سحب لرحلة لإسطنبول وسحب على رحلة لطابة. تعالي نشوف اليوم أنو صاحب النصيب. يلا بسم الله، يلا الشعب يريد ويطالب في طابة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الورقة هيك، يلا ننحرك الطبخة. بسم الله. عم عبد الرؤوف قرب عنا، انت برشتنا يا زلمي، بعدين معاك. الله يعزك. سحب لرحلة لطابة 4 أيام و3 ليالي بس من سوبر ماركت النورس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي جاي ملهاش نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت مصاروي، ألف مبروك لعمي طلعت الطلعة إلى طابة، ألف مبروك. يلا هالمرة غربنا كثير على العرك. يلا شو رايكم نتوكل ونسحب لإسطنبول عم أبو علاء؟ يلا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رحلي إلى إسطنبول من سوبر ماركت النورس إن شاء الله عبارة عن 6 أيام و5 ليالي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هذا اللي عبدنا شيء، أنت تعال جاي ها، على اليمين على اليمين. بسم الله، حتى نشوف أنو صاحب الحظ. عم أبو علاء نورة كناعني، ألف مبروك لنورة كناعني، مش برانية يعني، ألف مبروك لنورة كناعني رحلة لإسطنبول، ولعمي طلعت مصاروي رحلة إلى طابة، ألف مبروك وكل عام أنتم بخير. طبعا إحنا يوم الأحد موعدنا باللقاء الأخير والسحب الأخير إن شاء الله حبايبي. محمود جهجاه الفنان الصاعد على رأسي يا غالي موال. بدك إياه بيعبر عن إشي؟ والله ما أنا ارتجال برضه. ارتجال ما يخطر في بالك إن شاء الله. طيب رح أعطيك إشي حزين. أمان 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 يا ولي، أنا لبعد سلامي بطرف مرسال ويا دمعي
على فراق الوطن مرسال. أنا يا طير أنا يا طير شعاع حمانا يا والمرسال، بعد هالقدس تبكي على غياب يا عيوني يا قدس يا قدس. الله أكبر مصر الرسول يصيح الله أكبر. إيه يا طير مهاجر على أقصى وديني الأقصى أرضي وعرضي وشرف وديني، لو نمشي عمبدأ صلاح الديني من باكر تشرق شمسك يا حرية يا قدس يا قدس الله أكبر. شكرا لك. الله يسعدك ما شاء الله، كل الاحترام. محمود معنا ومتابعين معنا طبعا، رايحين هنا نجزوا على حلقات احمد. محمود بده يحضرنا كمان شوي هسا اذا بدكم اغنيه هيك عصريه شبابيه حداثي، اذا في عندك هيك ما يطيب ان نسمع منك. على راسي. يا ولي يا ولي هذا حبه الغالب يشلع شالع، هذا حبه الغالب يشلع شالع، احلى تحيي موقع بوجه كفر كارع. لا 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 احلى تحيي بوديك، احلى تحيي بوديك استاذ احمد غالي عقلبي. احلى تحيي لاستاذ احمد عثامني مربي صفي وعزيز علي وغالي على قلبي، بوجه له احلى التحيات. يسعدك ويسعد هالصوت وشكرا لك كثير كثير، ونتمنى لك في مشوارك الفني باذن الله ان شاء الله التوفيق والنجاح. ان شاء الله التوفيق لكل الناس بعدها لإلي إن شاء الله رب العالمين. كل عام بخير وانت بألف خير، ينعاد علينا وعليكم وعلى الشعب الفلسطيني بالخير والبركة وباليمن إن شاء الله، وطولوا روحكم معنا.